تنطلق والكلمة لسلطان السعيدي واصفا معلقا مع منافسات شوطنا السابع. شكرا لك ريبي بن جابر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدين الكرام، متابعين الأفاضل، نحييكم بأجمل وأطيب تحية، تحية الإسلام الخالدة، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نتواصل معكم من ميدان الشحانية في هذا المهرجان الغالي، في مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه، حيث نتابع في مساء هذا اليوم انطلاقات سن الحيل والزمول، لنتابع معكم كل التحديات والإثارة مع شعارات أبناء القبائل. انطلاقة مع الشوط السابع الخاص بسن الحيل، والثمانية كيلومترات هي المسافة إلى خط النهاية يوم قبل يوم الختام، لنتابع التحديات والمنافسات الكبيرة على أرضية ميدان التحدي. انطلق هذا الشوط لنتابع معكم المنافسة ونسير مباشرة إلى المقدمة، إلى الصدارة الأولى مع المراكز الخمسة الأولى، ونبدأ مع مقدمة الشوط مع هذا الانطلاق اللي نشاهده من خلال تقدم الشامخة على المركز الأول وعلى الصدارة الأولى، حمد بن سيف بن ماجد المزروعي من يقدم الشامخة على مقدمة الشوط، بينما في المركز الثاني تتواجد في هذه اللحظات مع المركز الثاني متابعينا الكرام. أو على مقدمة الشوط هذه الشعلة لسلمان بن سعيد الفسل المري من يقدم الشعلة على البداية على المقدمة. نقلتنا إلى المركز الثاني لنتابع أيضا القادمة في هذه اللحظات، هذا شعار بن دري، وأيضا يتواجد مع انطلاقة طرايف سالم بن أحمد بن دري الفلاحي، يأتي بشعاره الجميل محتلا لثاني المراكز مع تقدم طرايف، بينما في المركز الثالث، المركز الثالث هذه نوايف المندفعة والحاضرة في هذا الشوط، محمد بن سالم بن مانعة من يقدم شعاره على المركز الثالث مع انطلاقة وتقدم نوايف الباحثة عن الموقع النايف في هذا المسار الجميل. ناخذ المركز الرابع، في رابع المراكز من الجانب اليمين هناك شعار الأنيق، يتواجد ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يقدم لنا شعاره ويقدم لنا قيصومة اللي خلت المركز الرابع في هذه اللحظات. وخامس المراكز، المركز الخامس المتقدمة مساعي أحمد بن سعيد بن دري الفلاحي يأتي بشعاره ليقدم لنا مساعي في هذا الشوط مع المركز الخامس. هذه النتيجة للمراكز الخمس، وهذا أول ندى في منافسات وتحديات هذا الشوط. وخلف المراكز المداعة تتواجد أسماء، تتواجد شعارات تسير بكل التحديات والإثارة الحاضرة في هذا المدار التنافسي، مدار 8 كيلومتر، عودة إلى المقدمة، عودة إلى الصدارة، إلى شعار الشبل المتقدم هنا في مقدمة الشوط. أهل زاخر يطمعون بالناموس يا الشبل اللي قدم لهم هذا التحدي الجميل من طرايف على مقدمة الشوط على المركز الأول على البداية الأولى مع هذا الاندفاع، مع هذا الحضور المميز على المقدمة، بينما تأتي أيضا التحديات الجميلة من شعار بن مانعة من يقدم نوايف في المركز الثاني. محمد بن سالم بن مانعة يأتي مع المركز الثاني ويأتي مع نوايف ليقدمها في هذا المساء الجميل محتلة لثاني المراكز، والثلاثية تأتي بشعار الأنيق من خلال تقدم قيصومة في المركز الثالث، ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند من يقدم لنا هذا الانطلاق من قيصومة على ثالث المراكز. والمركز الرابع، المركز الرابع يأتي شعار الجري يتواجد مع هذا الحضور من مساعي الباحثة والساعية عن الناموس مع هذا الشعار الكبير اللي يحضر مع المركز الرابع، أحمد بن سعيد بن دري الفلاحي اللي يأتي مع المركز الرابع من خلال تقدم مساعي. وفي خامس المراكز، المركز الخامس، شوف الشعار القادم،
هذا شعار الجنرال الواصل مع الجميلية اللي خذت المركز الخامس في هذه اللحظات. عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني من يقدم شعاره في المركز الخامس مع هذا الانطلاق. هذه المراكز الخمسة التي تتواجد بمقربة من بعضها البعض والتي تحمل تنافس جميل في هذا المساء المغاير على ميدان التحدي. أجواء غايمة، أجواء رياضية جميلة بالفعل في هذا المساء الجميل وفي منافسات هذا المهرجان السنوي، مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه، حيث نتابع المساء اللي يتواجد مع الكبار وانطلاقات 8 كيلومتر واندفاعات الحيل والزمول في هذا المساء. عودة إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى مشهد البداية، ما شاء الله على الثنائي الجميل مع شعار الشبل وشعار أيضا ملك السيوف المتواجد هنا بثنائي جميل مع المقدمة مع الصدارة. ولكن طرايف التي تتزعم المشهد حتى هذه اللحظات وتعبر مع 4 كيلومترات الأولى وتنطلق مع 4 كيلومترات المتبقية في هذا الأداء على المركز الأول بشعار سالم بن أحمد بن دري الفلاحي يقدم لنا تحديات واندفاع الطرايف على المركز الأول، بينما في ثاني المراكز نتابع المتواجدة والمنطلقة. قيصومة في المركز الثاني شعار الشوط الرئيسي اللي يحضر مع أيقونة اللي حقق الشوط الرئيسي في هذا المساء وحضر مع الفاو أيضا بنقطة ثانية في هذا المساء ويبحث عن الثلاثية. أيضا المغامر اللي تابع هذا الشعار، شعار الأنيق الكبير ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يتواجد بقيصومة في هذا الشوط محتلة لمركز الوصافة، بينما ثالث المراكز وصلوا أهالي مرغم يقدمون أبابيل في هذا الشوط. على ثالث المراكز حمد بن راشد بن غدير الكتبي من يقدم لنا شعاره، يأتي مع ثالث المراكز من خلال تقدم أبابيل في المركز الثالث ورابع المراكز، ما شاء الله على هذه الشعارات الرنانة التي تسير هنا بين جنبات ميدان التحدي في هذا المساء. هنا الجنرال يأتي بالجميلية محتلة لرابع المراكز، عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني من يقدم لنا شعاره من خلال تقدم الجميلية في المركز الرابع، المركز الخامس وخامس المراكز هذه مساعي تتواجد في المركز الخامس وتنطلق مع خامس المراكز أحمد بن سعيد بن دري الفلاحي من يقدم لنا هذا الانطلاق من مساعي على خامس المراكز. هذه النتيجة، هذه المراكز الخمسة، هذه التحديات الرائعة والأمتار تتناقص مشاهدين الأعزاء مع هذا المسار الجميل والمثير. عودة إلى الرباعية الذهبية، عودة إلى المراكز المتقدمة نتابعها عبر شاشة قناة الريان الفضائية في الكادر العلوي. رباعية جميلة تسير مع مركز الصدارة بتواجد هذه الشعارات بانطلاقة هذه الأسماء وهذه طرايف 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 على مقدمة الشوط على المركز الأول على البداية الأولى. سالم بن أحمد بن دري الفلاحي من يقدم طرايف في هذا الشوط حتى هذه اللحظات مع المركز الأول. المركز الثاني قيصومة من الجانب اليمين تأتي بشعار الأنيق ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، ولكن تحركت الإجمالية في هذه اللحظات المثيرة مع هذا الانطلاق. عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني بدأ يقدم الإجمالية وزادت من سرعتها في هذه اللحظات المثيرة. المركز الرابع، المركز الرابع أبابيل مع رابع المراكز حمد بن راشد بن غدي الكتبي من يقدم لنا أبابيل في المركز الرابع. المركز الخامس، خامس المراكز نتابع الحاضرة المنطلقة بيشة وصلت لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، بدأ يقدم لنا ورقة رابحة في هذا الشوط ليعزز الموقف مع قيصومة من خلال تقدم بيشة موقعها في المركز الخامس في هذه اللحظات المثيرة. ما شاء الله على الخماسية، لوحة 2 كيلومترات، الله 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 الله، مشهد تنافسي جميل بتواجد هذه الأسماء
بانطلاقة هذه الأسماء المثيرة التي تسير بتحدي بإثارة بسرعة في منافسة تحضر هنا وتبادل المراكز. ولكن هناك قيصومة من تزعمت المسيرة، تقدمت إلى الصدارة، تقدمت إلى البداية، انطلقت بالمركز الأول ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، شعار الأنيق وقيصومة في مقدمة وصدارة هذا الشوط. ما شاء الله، يلا يا المغامر من يتابع هذا المسار الجميل اللي يبحث عن النقطة الثالثة، يبحث عن الهاتريك في هذا المسار. لوحة 1500 متر، المركز الثاني انطلاقة من طرايف سالم بن أحمد بن دري الفلاحي من يقدم طرايف في المركز الثاني، وثالث المراكز الجميلية عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني وأبابيل القادمة. ولكن تحركت بيشة بيشة بيشة، تنطلق بالمركز الرابع ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، وفي خامس المراكز أبابيل حمد بن راشد بن غدير الاكتبي. وتابع الأسماء القادمة في هذه اللحظات والتي بدأت أيضا تشن الهجوم في هذه اللحظات المثيرة. عودة للمقدمة، لوحة الكيلومتر الأخير، الله 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 الله، الحزام الأخضر يحمل المنافسات، التحديات، الانطلاقات نحو الناموس. وهذه قيصومة في مقدمة الشوط، هذه قيصومة مع الناموس ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند من يقدم قيصومة في هذا الشوط. ولكن هنا طرايف 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 تحضر مع مركز الوصافة وتتواجد بشعار سالم بن أحمد بن دري الفلاحي. والمركز الثالث الجميلية هاجمة بقوة عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني. المركز الرابع تقدمت بيشة في هذه اللحظات ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، ولكن شوف شعار الصعاق وصلت رسيل في هذه اللحظات. سالم بن علي بن متعب الصعاق اللي يبغي لها مراقبة الهاجمة بكل قوة. ولكن عودة إلى الصدارة الثلاثية يا المغامر، يا من تتابع شعار الأنيق وانطلاقة قيصومة، قيصومة مع الفوز مع الناموس وإلى الزعفران في اللحظات المثيرة. شكرا للمغامر سعيد بن بط الزعبي من يتابع الانطلاق. سلام يا قيصومة، سلام سلام يا الأنيق، سلام، تهانينا والناموس لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. ولحظة الوصول إلى خط النهاية هي الرقم واحد في مسار هذا الشوط، بينما المركز الثاني وصلت رسيل في عرض مثير وجميل سالم بن علي بن متعب الصعاق. بينما ثالث المراكز، المركز الثالث كان الحضور من الجميلية عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني، والمركز الرابع رابع المراكز كانت قيصومة أو كانت بيشة لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. المركز الخامس، خامس المراكز وصلت أبابيل حمد بن راشد بن غدير الاكتبي. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام، شاهدنا منافسات هذا الشوط، ولكن شعار الأنيق والهاتريك المتسجل في هذا المساء من خلال قيصومة في هذا المساء المميز. هذه لحظات الوصول والتوقيت الزمني مع قيصومة قاطعة 8 كيلو متر في 12 دقيقة 48 ثانية 24 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. بينما ثاني المراكز، من وصلت في المركز الثاني كان الوصول مشاهدين الأعزاء من رسيل، وتوقيتها الزمني هو 12 دقيقة 50 ثانية 21 جزء من الثانية. تهانينا لسالم بن علي بن متعب الصعاق على فوز رسيل بالمركز الثاني. وثالث المراكز كان من نصيب الإجمالية، وتوقيتها الزمني 12 دقيقة 50 ثانية 51 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لعبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني على فوز الإجمالية بالمركز الثالث. هكذا متابعة